اعتقلت قوات الأمن البلجيكية شخصا إسبانيا من أصل مغربي متهم بالتخطيط لارتكاب اعتداءات إرهابية وتجنيد مقاتلين للانضمام لصفوف تنظيم داعش. اعتقلت الشرطة المتهم البالغ من العمر 26 عاما في منزله قرب بروكسل بعد مداهمة جاءت بناء على طلب السلطات الإسبانية. وتعود مذكرة الاتهام التي أصدرتها الشرطة الإسبانية بحق المتهم إلى عام 2014، هذا ومن المتوقع أن يتم ترحيله قريبا إلى إسبانيا.